مستعدون؟ إنها ساعة عالم زوني. زوني! جيمي، أتشعر بالجوع؟ أحضرت لك الطعام. جيمي؟ جيمي! والآن سلسلتكم المفضلة، أناس محبون وآخرون مبغضون. أوه بلير، لا أعلم كيف سأطلعك على الأمر. تم اليوم تأكيد التشخيص بالنسبة إلي، إنني مصاب بالقشرة. أكلي كن قوياً أرجوك، فضل وضع قدم كثيراً. هناك شامبو مضاد للقشرة الآن. أوه هاي نورمي، أدر التلفاز الآن، إنها سلسلتنا المفضلة. لا يهمني هذا أبداً، بالإضافة لقد حان موعد برنامج المفضل. زوني! إن لم تعد جهاز التحكم الآن سوف تحرم من التحلية، أؤكد لك هذا. هذا ليس صحيحا، فقد طلبت أمي من الخالة ستيلا أن تكوني لطيفة معي طوال وجودي هنا. هذه المرة تفح الكيل أيها الأحمر الصغير. خالة ستيلا، النجدة، كلوفر تريد ضربي، كلوفر تريد ضربي. كلوفر، اتركي نورمي على الفور. ماذا؟ إنها تكرهني، إنها تخيفني خالة ستيلا. يجب أن تشعري بالخجل، إذا لم تبقى لطيفة مع نورمي ستجبرينني على معاقبتك. إذا كان لابد من معاقبة أحد فيجب أن تعاقبيه هو. لم يجدر بها قول ذلك. أجل، لقد انتهى أمرها. هيا كلوفر، أنجزي فروضك. سبق وأنهيتها. اغسلي الصحون إذن. غسلتها. حسناً، اغسلي الثياب. غسلتها، جففتها وطويتها. لما لا تحرمينها من الخروج؟ تحرمني من الخروج غير معقول. كلوفر، يبدو أنك تبحثين عن المتاعب وهذا ما ستحصلين عليه. أنت محرومة من الخروج. أمي، أمنعك من مغادرة هذا المنزل لمدة 3 أيام. يمكنك فقط الذهاب إلى المدرسة ولا أريد أي اعتراض. لا أصدق، أنا محرومة من الخروج. لم يحصل هذا معي منذ كنت في 12 من عمري. لا يمكنني الانتقال يا جيري، فأنا ممنوع علي الخروج. تسعدني رؤيتكن أيتها الفتيات. في الحقيقة أنا لا أستطيع أبدا. اختفى عدد كبير من الأطفال في أنحاء المدينة. نحن بحاجة إلى مساعدتكن لاكتشاف ما يحصل ومن وراء ذلك. الدليل الوحيد هو أننا رصدنا جهاز إرسال يبث عبر الموجة الاعتيادية لقناة العائلة، ومديرها العام هو لويس هايتاور، الشخصية الأبرز في وسائل الإعلام. قرأت مقالات عنه يعشق الظهور على غلافات المجلات، أظن يجب أن نتحرى عنه بالسر. سوف تحتاجنا إلى بدلات الغطس هذه، إضافة إلى عطر ملكة الجليد وهذا الخاتم. ما هذا؟ خاتم سحري؟ إنه فعلاً مميز. لا، ليس كذلك أليكس. صوبيه إلى الأمام واضغطي عليه من الأسفل. هاي، هذه أنا. بشكل أدق، إنها صورة وهمية عنك، عكسها الخاتم بعد أن سجل صورتك. رائع، حظاً سعيداً يا فتيات. سيد هايتاور، نحن من مجلة مراهقون رائعون. أنا سام، هاتان كلوفر وأليكس. شكراً لمقابلتنا. أهلاً وسهلاً، أنا أجد دائماً الوقت لإجراء المقابلات. تحدثتن عن وضع صورتي على الغلاف؟ نعم بالتأكيد. بالمناسبة، من أجل الصور من الأفضل أن تكون جالساً على مكتبك، ويمكنك حمل بعض الأوراق لتظهر وكأنك تعمل. سيعطيك هذا طابعاً حيوياً. قلت حيوياً أكثر؟ هذا رائع. لا تنسي استعمال العدسة الخاصة بالصور الداخلية. معك حق، كيف نسيت ذلك؟ هيا تصفح الأوراق سيد هايتاور لتبدو الصورة طبيعية. أعتقد أن هذا كاف، شكرا جزيلا لك سيد هايتاور. بكل سرور أنساتي، إذن أفترض أنكن أتيتن للتحدث عن عالم زوني. زوني ماذا؟ إنه البرنامج الغبي الذي يشاهده قريبي باستمرار. إنه برنامج مذهل حقا. قريبك ليس الوحيد، أولاد العالم كله يعشقون هذا البرنامج. زوني، زوني، زوني،
إنهم مولعون تحديدا بهذه قوذة زون الجديدة، إنها تستهلك كالخبز. انتظر. أنا متأسفة سيد هايتاور، لم أستطع منعه. أبي وعدتني أننا سنتناول طعام الغداء. جيسون، قلت لك مراراً ألا تزعجني خلال مقابلات صحفية، والآن ارحل، سنفعل ذلك في الأسبوع المقبل، وسوف تتصل بك سكرتيرتي. مقارنة به، أمي حنونة جداً. يو، عندما أفكر أنني لمسته أشعر برغبة في الاستحمام أو الذهاب إلى محطة لغسل السيارات. هل رأيتما كيف يكلم ابنه؟ بالحديث عن ذلك، يجب أن نسرع، علينا إتمام المهمة قبل أن تلاحظ أمي غيابي وتؤنبني. لا مشكلة، ولكن سنقوم أولاً بتظهير الصور التي التقطتها أليكس. حدسي يخبرني أنها ستساعدنا في حل القضية. وفقاً لهذه الملفات، يجب أن يكون هوائي محطة العائلة على تلك الجزيرة. سنجد ربما بعض الدلائل حول الإرسال الذي حدثنا جيري عنه. في المرة المقبلة أيمكننا استخدام المصعد؟ ماذا؟ أصبحت الآلات تعتدي علينا الآن؟ هذا مزعج، لقد انكسر ظفري. يبدو أن هناك حاجزاً متطوراً غير مرئي حول الهوائي. هناك من يود إبعاد المتطفلين. ما الذي سنفعله؟ انخفضا! ما كان هذا؟ إنها إشارات إرسال القرصنة، سأحاول معرفة مصدرها بواسطة الحاسوب. ولكن أين اختفى الحاجز؟ هل ما ترينه يجيب عن سؤالك؟ سبق ومنعتك من مغادرة المنزل. لم يكن لدي خيار أمي، لدي تمرينات على المسرحية في المدرسة، إنها مسرحية كوميدية. أجل، حسب ما أسمع أنتم تمضون وقتاً مسلياً، ولكن من الأفضل أن تعودي إلى المنزل بسرعة. لا أستطيع في الوقت الحاضر، إنه مشهد القتال النهائي. عودي إلى المنزل في الحال، وإلا حرمت من الخروج إلى الأبد. لا أصدق هذا، إنها مستبدة. بسببكم سوف أبقى محرومة من الخروج. لحسن الحظ أنني تمكنت من التقاط نموذجاً عن الإرسال القرصاني، سوف أرسله إلى الووب. من الأفضل أن نرحل قبل أن يأتي هؤلاء الرجال للبحث عنا. أعتقد أنني أفضل أن أتعارك معهم على أن أواجه أمي. أيمكنك التسلل الآن؟ أعتقد أنني أسمع أصواتاً. هل كنت تتكلمين على الهاتف؟ كيف سأفعل هذا؟ لقد أخذتيه مني. لدي خوذة زوني، لدي خوذة زوني، أمانتي فلا. ما كان كلاماً مددت لساني، سيظنه الذباب مدرجاً للهبوط. زوني 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 زوني. يجب أن تحل هذه المسألة من دوني، لأنني على ما أعتقد سوف لن أخرج من هنا. ما الأمر جيري؟ مرحبا أيتها الفتيات، لقد وجدنا مصدر الموجة التي أرسلتنها لي، إنها تصدر من الجزيرة حيث يوجد الهوائي. لابد من وجود محطة إرسال تحت الأرض في مكان ما على الجزيرة. بهذا الخصوص نحن نلتقط في هذه الأثناء إرسالا قرصانيا، لذا عليكن الذهاب لإجراء تحقيق معمق على الجزيرة. أوه، ولكن هذا نورمي. نورمي نورمي، إلى أين تذهب؟
ولو أن غيابه بمثابة إجازة لي، ولكن هناك خلل. سأرافقكما. وكيف ستفعلين ذلك؟ هل ترين شيئاً كلوفر؟ ليس بعد. من المؤسف أنني لم أجهزه بجهاز تعقب حين كان بين يدي. تابع البحث، لا يمكن أن يكون قد ابتعد. أنا أراه، إنه في الأسفل مع مجموعة أولاد، جميعهم يرتدون خوذة زوني. هذه الموضة غريبة جداً. تلك الخوذ تتلقى إشارة مطابقة لإشارة الإرسال القرصاني. إنهم يتجهون نحو الرصيف. انزلي بالمروحية أليكس. لا يصدق، وكأن نورمي والباقين منومون مغناطيسياً، أليس كذلك؟ يجب أن نوقفهم. لا تمهلا، إذا أوقفناهم الآن ربما لن نعرف أبداً من وراء كل هذا. سوف يروننا إذا استخدمنا المروحية، سنستعمل بالذات الغطس. ماذا قلتي؟ لقد قمنا بهذا سابقاً. إلا بقينا في الخارج. هناك أمر أسوأ، سوف نسحق. سبق أن نجونا بأعجوبة، ولكن هذه المرة كدنا نموت فعلا. هل تريان ما أرى؟ هاي، هذا يفسر لما كان المعتدون علينا قرب الهوائي قصيري القامة، كانوا أولاداً. أجل، أولاد مفعمون بالحيوية. أهلاً بكم في سونيلاند. هنا يفعل الأطفال ما يشاءون دائماً. سونيلاند مكان رائع جداً. إن قائدكم رائع وأنا رائع أيضاً. تذكروا، كل شخص يتعدى عمره 12 سنة هو عدوكم. تحضروا للحرب ضد البالغين. عالم سوني، حرب ضد البالغين؟ السؤال لماذا؟ يجب أن نصعد إلى الهوائي ونمنع إرسال الإشارات في الحال. انظرا، إنه نورمي. نورمي هيا أفق، عد ولدا مشاغبا كما في السابق. أرجوك نورمي. بالغون زوني. نحن 3 وهم حوالي 1000. إذا حللنا المسألة نعرف ما هي النتيجة. فلنهرب هيا. إنه بطعم الكراميل، لا بأس به. أتعرفين كلوفر، هذا العقاب لمصلحتك، ستشكرينني ذات يوم. أنت محقة، أنا أستحق هذا. شكراً لمعاقبتي بطريقة مناسبة. يبدو أنك مقتنعة. سأعود لرؤيتك لاحقاً عزيزتي. بالغات شريرات، سوف نريكن أننا أقوى منكن. بالغات، مرحباً، نحن مراهقات. لا بأس يا صغار، الجميع معرضون للخطأ، فكوا وثاقنا هيا. أبداً، مستحيل. أول من ينجح في تفجير واحدة منهن يأكل ما يريد من الحلوى. سوني. أول تفجير؟ لا أعتقد سأحب هذا. 1، 2، 3. سوف ننفجر. لا تكوني واثقة. هذا ممتاز أليك. شكرا لك كلوفر. آه!
واو، هل هذا ولد أم محترف مصارعة؟ ماذا؟ أين أنا؟ ثم من أنت؟ رشا كل القوة في عطر ملكة الجليد، هيا رشا الكل، هيا خرجت من دون إذن، سأخبر خالة ستيلا وسوف تعاقبك. وأخيرا نورمي عاد إلى طبيعته، هذا يكاد يفرحني. يجب أن نوقف هذا البرنامج قبل أن يحولنا هؤلاء الأولاد إلى كراميل. اصعدا إلى الأعلى، أنا سأحاول إيجاد زوني الغامض. رائع، المزيد من التسلق. أيها الولد. كنت متأكدة أني سأجدك هنا، الجبناء يختبئون في الظلمة. هيا أيها المهرج، أرني وجهك. ولكنك ابن مدير قناة العائلة، ولماذا تهتمين أنت؟ أفهم أنك حاقد على أبيك جيسون، ولكن هذا لا يعطيك حق الانتقام من جميع البالغين على الأرض. بلى، يحق لي، أنا أفعل ما أريد، وبفضل الهوائيات التي ركبتها في جميع البلدان سأبث الإشارات في كل العالم. سيجن أبي عندما يرى نسبة مشاهدي زوني لان، لأنها ستتحول إلى عالم حقيقي ولن تبقى مجرد سلسلة. تحتاج إلى من يعطيك درسا في الاحترام. سوف ترين في الحال ما هو المعنى الحقيقي للاحترام. والآن خذ أنت استراحة. اتركيني أذهب، وإلا 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 ماذا؟ ستخبر أباك بكل شيء، سيدهشني ذلك. وأخيرا كان الحاجز قد بدأ بإثارة جنوني. لقد قمتن بعمل ممتاز يا سام. لا شكر على واجب، أعتقد أنك تدين لأحدهم باعتذار. جيسون، أعتذر لأنني أسأت معاملتك، ما رأيك بالذهاب إلى مدينة الملاهي معا لكي أعوض عن ذلك؟ سأتحقق من جدول أعمالي وتتصل بك سكرتيرتي. لن تكون مهمته سهلة. فعلا هذا ما يبدو. لا تخافوا يا أولاد، سوف تعودون إلى منازلكم للقاء أمهاتكم. والآن أعيديني إلى المنزل كلوفر، فأنا جائع وأريد أن أرتاح، هذا مفهوم؟ أعطيني حاسوبك، لقد تركت حاسوبي في المنزل. ما الذي تفعلينه؟ أنا أتصل بالموجة المغناطيسية التي أرسلتها سام لجيري، أنا متأكدة أنها لا تزال مخزنة في قاعدة الووك. سوف تنسى كل ما رأيته اليوم، لقد بقيت أنا محتجزة في غرفتي طوال النهار ولم أخرج أبداً. وأيضاً سأدخل. أتعرفين كلوفر، أنا سعيدة لأنك لم تحاولي مخالفة أوامري طوال هذا اليوم. هذا طبيعي أمي. ولأبين لك كم أنا فخورة بك حبيبتي، سأنهي عقابي لك على الفور. مدهش. وأيضاً سأسمح لك بمرافقة نورم لكي يلعب في المتنزه. ليس لدي مشكلة.
تفضلنا يا فتيات. هل تريدن شيئا آخر؟ شكرا نورمي، لا بأس بذلك، اذهب للعب الآن. شكرا لك كلوفر، أنا أحبك. وأنا أحبك. إذن إلى متى سيبقى على هذه الحال؟ ليس لفترة طويلة، حتى يبلغ 15. حتى ذاك الحين أتظنين أنه بإمكاننا أن نعلمه التدليك؟ لقد أرهقتني حقا المهمة الأخيرة. تمتع بإقامتك يا بروفيسور، ستبقى هنا لفترة طويلة جدا. هذا ما سوف نراه. لا لا لا، الوقت يداهمني. خذ هذه أيها المخلوق الفضائي. هذا مستحيل، لا يمكنه قتلي، خصوصا وأنا أملك رشاشا. أو جيري، مرحبا يا ولد. نهار سعيد سيد الرئيس، ولكن هل نحن نمر في أزمة لتستخدم الهاتف الأحمر؟ أزمة؟ طبعا لا، ولكنني أفضل استخدام الهاتف الأحمر لكي أبقي يدي حرتين. أترى؟ مدهش يا سيد الرئيس. شكرا. حسنا، ما رأيك بمرافقتي إلى صيد السمك، وهكذا نتحدث عن نقلك إلى الخدمة الرئاسية هنا في البيت الأبيض. ماذا؟ منصب في البيت الأبيض سيدي؟ بالضبط. إذن اركب الطائرة ووافني إلى واشنطن بسرعة. حاضر سيد الرئيس. أوه، ما زال هناك أمر واحد بعد يا ولد. آنستي، نحن نؤلف من دون شك فريق شراء مدهشا حقا. أجل، لقد جئنا، رأينا وهزمنا الخصومات كلها. أنا التقت لنا صورة؟ بالتأكيد، ثلاث صديقات وأسواق تجارية. حان وقت التقاط الصور. ابتسامة. مرحبا آنساتي، هل استمتعتن بالرحلة؟ بالتأكيد، فأنا أعشق فتوحات التهوية وأحب التنقل فيها. إنها تجربة مبعثرة للشعر. أعتذر، لكنني بحاجة إليكن لمهمة فائقة الخطورة. أنا ذاهب برفقة الرئيس إلى صيد السمك. صيد السمك؟ هل هذا رمز سري لمهمة؟ لا أبدا، إلى صيد السمك الحقيقي، فلقد دعاني الرئيس إلى بيته قرب البحيرة لنتحدث عن منصب في البيت الأبيض. أعتذر، ربما فاتني شيء، لكن لا أرى العلاقة بين الصيد والمهمة الطارئة التي طلبتنا من أجلها. لقد طلب مني الرئيس أفضل ثلاثة عملاء عندي، وذلك للسهر على أمن ابنته ماديسون. هل سنجالس الأطفال؟ هذه إحدى الطرق لرؤية الأمور، لكن هذه المهمة بالغة الأهمية بالنسبة إلي. سنرى البيت الأبيض، كما أننا لن نضطر إلى القتال لوضع فتاة صغيرة في السرير. بالتأكيد لا يا كلوفر. حسناً، هل ستعطينا أجهزتنا؟ أجل، والأجهزة لهذه المهمة هي مظلة محمولة ذات حشوة للكتفين، حزام بانجي ذو سلك مطاط، خاتم من الزيليكون مزود بجهاز تعقب عن بعد، بالإضافة إلى بعض القنابل القاذفة للشباك. لقد كان عليكن وضع حزام الأمان. كان علينا الاتصال قبل المجيء. واو، المكتب رائع، إنه مستدير.
في الواقع إنه بيضاوي كما في فيلم المكتب البيضاوي. أوه مرحبا مرحبا بك جيري، مرحبا، كيف حالك يا صغيري؟ أنا بخير سيد الرئيس. صغيري؟ لما صغيري؟ لا أعرف، ما زلت أحاول فهم العبارة الأولى التي قالها. يمكنك أن تذهب الآن نيسفيلد. حاضر سيدي. سيد الرئيس، نعم. أود أن أقدم لك أفضل ثلاث عميلات لدى الووب، سام، كلوفر، أليكس. مرحبا يا فتيات. هذه ابنتي الصغيرة ماديسون ومربيتها السيدة كويفرز. أخبرني والدي كيف تسافرن إلى كل مكان لإنقاذ العالم. أود أن أشكركن من كل قلبي. تماما، ما من مشكلة. حسنا، سأخذ السيد جيري ما دام الصيد ما زال مسموحا، وسوف تشرح لكن المربية كل التفاصيل. هذا هو برنامج ماديسون لفترة بعد الظهر، وبرنامج التسلية، وبرنامج برامجها. أظن أن كل شيء موجود هنا. ألن تبقي قليلا لكي ترى كيف نتدبر أمرنا؟ أعتذر، هذا يوم إجازتي الوحيد. والآن مادي، لم يبق سوانا، هل نبدأ ببرنامج الغداء؟ برنامج غداء؟ هل تتوقعين مني أن أطيع بضع فتيات بسيطات قادمات من الضواحي؟ أنا أحلم، هل تخبرني إحداكما أين ذهبت الفتاة اللطيفة؟ مرحبا، في الواقع نحن لسنا من الضاحية، إنما من بيفرلي هيلز. لقد صدقت ذلك. إليكن الخلاصة، إذا أردتن الحفاظ على عملكن يجب أن تتبعن قواعدي، لذلك دعنني وشأني. هل كلامي واضح؟ جيد. لا أدري ما هو السبب، لكنني أشعر أنها ليست سوى البداية. لا يجب أن تتناولي المثلجات قبل طعام الغداء. حسنا، خذيها إذن. الحقنا بي. أين يمكن أن تختبئ؟ لا 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 لا. أنا آسفة. لا. هذا يكفي حتى الآن، سوف أريها مع من تتعامل. ربما يجب أن نهدأ، فهي ليست سوى في 11 من العمر. إن كان أولادي يشبهونها فسوف أرسلهم إلى المدرسة الحربية فور ولادتهم. أو ماديسون، تود خالتك سام أن تخبرك شيئاً على الفور. عفواً، ربما من الجهة الأخرى. نعتذر منكم، سعدنا لرؤيتكم. أو ماديسون، تود خالتك سام أن تخبرك شيئاً على الفور. إنه أمر ضروري. نود التحدث إليك من فضلك. حسناً، افتح الباب أو سنقوم بخلعه. سوف أعد حتى 3، 1، 2. آسفة، لم أقصد أن أغضبكن هكذا، كنت فقط أود أن أتسلى. لا أستطيع أن أتسلى هنا أبداً، فكل ما أسمعه هنا هو ماديسون لا تفعلي هذا أو افعلي ذلك. ولكن لا بأس، أنتن لم تفهمنني. لم أكن أتوقع أن تصدقن هذه الخدعة، غبيات حقاً. ولكن هذا الوحش الصغير الذي يدعى ماديسون قد سخر منا. يجب علينا أن نلقنها درسا لن تنساه طوال حياتها، مفهوم؟ هل هناك مشكلة؟ لما قد تظن أن هناك مشكلة سيدي؟ رفض دخولكن وتحاولن خلع الباب. رفض دخولنا؟ لا، بإمكاننا الدخول إذا أردنا، لكننا بكل بساطة لا نرغب في هذا. رأينا أن ماديسون تحتاج إلى الهدوء وإلى الاختلاء بنفسها. سوف نعد لها طعام الغداء. وداعا. المطبخ الرئاسي، فلنرى ماذا لدينا وراء هذا الباب. لم يكن هذا فعلا ما توقعته. ربما علينا أن نعد بعض الكعك. الكعك، إنها فكرة جيدة أليكس. لكي نعقد هدنة معها يجب أن نحاول جذبها إلينا. هدنة مع ذلك الوحش؟ ولماذا؟ حاولي أن تتخيلي حياتها، برامج لكل شيء وعملاء مخابرات يتبعونها، حتى حاضناتها يعملن لدى الحكومة. حسنا، ولكن إن قامت بأي حيلة أخرى فسوف أضربها بالكعك على رأسها.
ماديسون افتحي الباب، لقد حضرنا الكعكة لكي نتصالح معك. هيا افتحي الباب. ماديسون هل أنت بخير؟ أين اختفت؟ حتى لو كنت ابنة الرئيس إن لم تتوقفي عن التمثيل. هذه الحشرة تحاول اختطافها. النجدة! إليكما الخطة، ستهتمان بالعنكبوت في حين أهجم من الأسفل لأستعيد الصغيرة. أجل؟ نعم. أخرجا المظلة المحمولة. ذكراني بأن أقدم عريضة ضمن تبطين كافة المباني الحكومية. ناسفيلد آتٍ، تظاهرا بالبراءة بسرعة. هل من مشكلة يا فتيات؟ أبداً. أبداً. شكراً على أي حال. لقد فات الأوان. لا يوجد أي دليل. مستحيل، لا يعقل أن يقوم شخص باختطاف ابنة الرئيس من دون أن يطلب فدية. مسكينة ماديسون، فعلا لم تتمكن حتى من أن تنهي محادثتها عبر الإنترنت. هذا مؤكد. لما سيترك ورقة مطالبا بالفدية عندما يمكنه أن... سيد الرئيس، سأختصر كلامي. إذا أردت رؤية ابنتك مجددا، أحضر السجين رقم 34343 من سجن الأمن المشدد في ماريلاند إلى قمة تمثال واشنطن في غضون ساعتين. أبي أسرع من فضلك. أجل أسرع أيها الرئيس. ربما علينا أن نطلب من ناسفيلد الاتصال بالرئيس. ويودع جيري ترقيته المرتقبة. أنا ناسفيلد رئيس الأمن. الرئيس على الهاتف. لحظة واحدة فقط أنستي، إن الرئيس يكره الانتظار. أين هي ماديسون؟ إنها موجودة في الحمام. إنها في 11، تحب التبرج. أنا أتكلم معه. سيدي الرئيس، أنا سام، هل السمك وفير؟ إنه صيد القرن، السلال تفيض بالسمك، على الأقل سلتي أنا، ولا أعرف شيئا عن سلة جيري. كيف حال جميلة الصغيرة؟ آمل أنها لا تسبب المتاعب. المتاعب؟ لا، إنها... إنها بخير. أي نوع من المتاعب قد تسببه لنا؟ أعني لا أحد سيختطفها، وفي الواقع لم نجد أي طلب فدية بعد. سيدي، ماذا؟ لا شيء، حي السمكة من قبلي، إلى اللقاء. أيها القائد، علمنا بتحطم شيء أمام المكتبة، يبدو أن شيئا ما قد هبط من السماء. انتظرنني هنا. لن نذهب من هنا أبدا. يجب علينا أن نجد ماديسون قبل أن يكتشف ناسفيلد الحقيقة. وكيف سنجدها؟ الخاطف يريد أن يستبدلها بسجين. هذه ليست مشكلة، ولكن نحن عما نبحث بالتحديد؟ عن معطف أو قبعة أو أي شيء قد يوهم الخاطف أن واحدة منا هي السجين. انظرا إلي. لا بأس به لحفلة تنكرية. أليكس، هيا تابع البحث. أليكس، هيا بنا، لقد وصلوا. ولكن لما تحصل الأمور دائماً في الطابق الأخير؟ أليس من الأسهل أن نبدل الأسرى في متجر مثلاً؟ هكذا ستصبح العملية سهلة. مهلاً، لحظة واحدة، أين هي ابنة الرئيس أولاً؟ ستجدونها في الطابق العلوي، أنا سأنزل مع صديقي. مستعدون؟ ما معنى هذا؟ حان الوقت لكي نمسك بيك. بسرعة، علينا أن نجد ماديسون. المزيد من التسلق. أوشكت أن تنفجر على مقربة مني. وهذه أيضاً، انبطي. لم أظن يوماً أن مجالسة الأطفال بهذه الصعوبة. ليس هذا فحسب، نحن فقدنا الطفل أيضاً. ليس تماماً. Thank you.
بالتوفيق يا آنساتي. سام أرجوك افعلي شيئا. اصمدي يا كلوفر. تمسكي بالسلك. لا أستطيع، إنه يتحرك باستمرار. أليكس. مد يدك يا سام، سنصل إليك. وصلت جهاز التعقب عن بعد بالخاطف عندما كنا نتعارك، ما علينا سوى ملاحقة الإشارة. إنه يتجه نحو شمال جادة بنسلفانيا، هيا بنا. هذا هو المكان. جهاز التعاقب لا يتوقف عن الوميض، سنخلع الباب. واحد، اثنان، ثلاثة. أوه، ما هذا؟ سيدة كويفرز، ما الذي تفعلينه هنا؟ الوقت ليس مناسباً يا كلوفر، علينا الخروج من هنا قبل أن يأتي الخاطف. أخشى أنه قد فات الأوان يا عزيزتي. لأنني أنا التي خطفت الفتاة. أحضر الفتاة. الآن فهمت كيف نجحت عملية الاختطاف في البيت الأبيض بسهولة، ولكن ما علاقة العالم المجنون المسجون بك؟ هذا الإنسان الذي تصفينه بالعالم المجنون يكون زوجي. زوجك؟ أجل، ولا أرغب في أن يتعفن والد أطفالي في السجن خلال 100 سنة القادمة. وكما ترين، السيدة كويفرز هي زوجة رجل العصابات الشهير سفيت لاندر، المجموعة المعارضة للتجسس التي كانت تهدد بتدمير العالم عبر إحداث ثغرات بين القارات الخمس؟ هذا صحيح، لقد كنا على وشك أن نتخذ العالم بأسره رهينة لدينا. من الصعب التصديق. بالطبع، لكن هذا الرجل بالكاد يبلغ نصف حجمك. يا عزيزتي، ألا تعرفين أن الحب لا يقاس بالأحجام؟ أوه، كم هذا مؤثر. ولكن لسوء الحظ أجبرني وجودكن على تبديل خطتي، وهي الاتصال مباشرة بالرئيس شخصياً. روبي بوبي، شغلا هذا القفص في الحال. توقفي سيدتي، لا تؤذهن من فضلك. أنا أعتذر، ولكنني لا أملك خياراً آخر. كنت أنسى، أشكركن على الحلول مكاني يوم إجازتي، لقد كان يوماً رائعاً. مدهش، والآن ماذا؟ سنتحول إلى شرائح جبنة؟ انتظرا، هبط هذا القفص علينا من السقف. أجل، ولكن إن لم تلاحظي ذلك فهو ثقيل جدا ولا يمكننا رفعه. نحن ربما لا يمكننا ذلك، لكن حزام البانجي يستطيع. اربطا حزاميكما بإحدى الزوايا، صوبا الأحزمة نحو الزجاج. مستعدتان؟ سددا الآن. بسرعة. فكرتك رائعة يا سام، شكرا جزيلا لك. شكرا، لكن علينا أن نسبق السيدة كويفرز إلى البحيرة. ربما علينا الاتصال بجيري لكي يعلم الرئيس كم نحن فاشلات في عملنا. لا، هذا مستحيل. أنا لدي فكرة. أليس مدهشا أن المجرمين يتركون دائما وسيلة نقل خلفهم؟ صيد موفق يا جيري، إنه قياس 44، صح؟ إنه نوع نادر. ربما علينا التوقف عن الصيد يا سيد الرئيس. أو ربما الاتصال بمدير سجن ماريلاند لتحرير السجين 34343. سيدة كويفرز، لقد ظننت أنه يوم إجازتك، ماذا جئت تفعلين هنا الآن؟ ماذا أفعل هنا سيد الرئيس؟ لقد جئت أطالب بفدية ابنتك الغالية. اتصل بالسجن أو سينتهي أمر مادي في قعر البحيرة. ولكن لست أفهم شيئا. لا ضرورة أبدا لأن تفهم، ما عليك سوى الاتصال بماريلاند عبر هذا الجوال وفورا. أعتذر سيد الرئيس، كان يجب على عميلاتي أن تمنعنا حدوث هذا. اسمع، معك الرئيس، اتصل بالقائد المراقب في سجن الأمن المشدد في ماريلاند بسرعة. هيا هيا المراقب، اسمعني، أريد انبطح. أصبت الهدف. أخطأت. أه.
اقبضي أنت على روبي أو بوبي كما تشائين. عمل جماعي رائع. أعتذر، لكن عليك أن تراجعي دروس الملاحة. أخيراً انتهت الرحلة أيتها الجاسوسة. أحسنت رمي السنارة جيري. اسمح لي يا سيد الرئيس أن أقول أنني اصطدت أجمل قطعة هذا اليوم. أنت وماديسون بخير سيد الرئيس؟ نحن بخير كالسمك الطازج بفضل الفتيات وصديق جيري هنا. ما رأيك بالعودة إلى البيت الأبيض لنعد السمك الذي اصطدته اليوم يا سيد الرئيس؟ شكراً سيد الرئيس، لم يكن هناك من داع لكل هذا يا سيدي. لا داعي، ولكن عندما يخاطر المرء بحياته من أجل عائلتي فهو بالطبع يستحق التقدير، ألا ترى ذلك؟ أود أن أعتذر منكن على ما فعلته معكن سابقاً، أخطأت التقدير، أنتن حقاً مذهلات، أنا أشكركن. شكراً، وأنت ماديسون لا بأس بك. بالمناسبة سيد الرئيس، ماذا بالنسبة إلى موضوع نقلي إلى البيت الأبيض؟ أعلم ماذا تريد أن تقول جيري، وأنت محق. إن استقلت من منظمة مجموعة ووب سيخسرك الأمن الدولي، لذا إنني موافق على سحب ترشيحك. حقاً سيدي؟ شكراً لك سيدي، شكراً جزيلاً لك. حسناً، والآن علي أن أذهب، سنبحث أنا ومادي عن مربية جديدة، هيا يا ابنتي. متأسفة جيري، أعلم كم كنت ترغب في هذا المنصب. في الواقع نحن سعيدات لأنك بقيت رئيسنا جيري. آنساتي، بعد أن رأيتكن في أثناء العمل أنا أيضاً مسرور ببقاء معكن. شكراً لك. صباح الخير، هل أنت سيدة المنزل؟ نعم، أنا هي سيدة المنزل. حسناً، اليوم هو يوم سعدك، أود أن أعرفك على مجموعتنا الجديدة من الدبابيس اللاذعة. تعالي إلى هنا، تعالي، تعالي هيا. متى أحصل على علبة الدبابيس؟ عندما تجد هدفك الأخير، تذكر فقط أول قانون، لا فتيات مسموح بهن، إذا ذكرت لأحد خارج المجموعة سوف تطرد فوراً. الفتيات غير مسموح بهن، سوف نرى بهذا الشأن. مرحباً يا شباب. عن ماذا تتكلمون؟ لا شيء، لا شيء كلوفر، نحن كنا نناقش فقط كم يزن جسمنا على الزئبق، أليس كذلك؟ أخبرني، هل سيكون هذا مع أو بدون دبابيس أم جي أي؟ ما رأيك؟ أتساءل ماذا سيكون رأي طلاب المدرسة بناديكم؟ لا توقفي أرجوك، نايل راقب المكان. لا تهتمي للمسألة، إنها تتعلق بالشبان فقط، لذلك الفتيات غير مسموح بهن. اسمع، أنا لست أي فتاة، ألا تريد أن يحظى ناديك بالأهمية؟ في الحقيقة أنت تحتاج إلى عضو مثلي، ولن أخذ منصباً رئيسياً. ها؟
حسناً، سأناقش الأمر مع الكبي وبعدها أرد عليك. أريد جواباً سريعاً فلا تتأخر علي. قلت له إنني لن أقبل لك جواب، فرد علي أنه سيناقش الأمر مع الكيبي. واو، ماذا قلتي؟ ناد سري، يبدو هذا مثيراً وغامضاً جداً يا كلوفر. أجل، ولكن هل علمت ماذا يفعل هذا النادي بالتحديد كلوفر؟ من يكترث ماذا يفعل هؤلاء الشبان؟ النقطة هي أن لا أحد يبقي كلوفر خارج أي ناد سري. يبدو أن بعض الطلاب المتخرجين تسببوا بوقوع الخزانة. يبدو أنهم اعتادوا على ذلك أيضاً. اعذرنني يا فتيات، في بعض الأحيان أنفاق الووب هي متعبة. أرجوك أسدنا خدمة وأنذرنا قبل أن تزحلقنا جيري. والآن يا فتيات أعرفكن بمساعدة الجديدة داينا. مرحبا. من دواعي سرور التعرف عليكن، أنا مبهورة جدا بأعمالكن. شكرا، أهلا بك في فريق الووب. لقد لفت انتباهنا الظاهرة المزعجة التي تجتاح العالم، والآن وصلت إلى الولايات المتحدة. واو، هل بإمكاننا أن نشتري هذا الشيء؟ يبدو أن الناس بدأوا يتصرفون بعنف ويضربون بعضهم والعاملين والأصدقاء والغرباء، وكل ضوء على الخارطة يمثل أين وقعت الحالة. واو، هناك الكثير من الضوء. للأسف نعم، ولم نعرف سبب هذه الظاهرة، لذلك استدعيناكن. شكرا داينا، لا أعرف كيف أواصل من دونك. إلى الآلات، حزام قابل للتوسع، ومجفف الشعر ب3000 تورنودو، وهذه 24 متفجرة، كاميرا صغيرة مباشرة، وأخيراً حقيبة الظهر النفاثة. كم هي ظريفة هذه الكاميرا الصغيرة! ما رأيك عزيزتي ببعض الشاي وبعض الحلويات اللذيذة التي أحضرتها؟ هذا سيجعلك أكثر نشاطاً وحيوية. سيدة جونز، مرحباً. هذا غريب، موظفة الاستقبال قالت إنها في الداخل. أرى أن نغتنم الفرصة ونبحث عن بعض الأدلة. راقب الباب كلوفر. سيدة جونز، هل أرسلتك تلك المرأة للتخلص مني؟ لا، نحن في الحقيقة من فريق الووب، جئنا لنحقق في قضيتك. ولكن أخبرينا من فعل بك هذا. سيدة جونز، هل لديك فكرة ما هو الدافع لمهاجمتك؟ لربما السبب هو اللون البرتقالي الذي ترتدينه، تعرفين مثل ما يفعل اللون الأحمر بالثور. لقد فعلت ما بوسعي دائما لكي أبدو أنيقة، ولكنني في ذلك اليوم قمت بزيارتها من أجل أن أبيعها مستحضرات التجميل، ولكنها فجأة أحمرت عيناها وهاجمتني بشدة محاولة خنقي. وفقاً لما قالت السيدة جونز، لقد كانت مهاجمتها ضليعة بأمور المصارعة. أظن أنها ما زالت تحت تأثير الاعتداء، ولكن الشيء الذي لا يمكن تصديقه هو احمرار عين المرأة المهاجمة. هاي، لدي بريد. إنها دعوة لحضور مصارعة للنساء هذه الليلة في بيفرلي هيلز. ولكن يا عزيزتي، من يود الذهاب إلى مثل هذا الحفل المقرف؟ أنا إذا كنت سأصارع مجموعة من الرجال. نعم، والمحطة التالية ماكلين تكساس. على ما يبدو أن فريقا من لاعبي البولينج الرجال اعتدت عليهم امرأة غاضبة. جميع النساء كن طويلات القامة وقويات وعنيفات جدا، ولم نعرف أبدا كيف وصلنا إلى هنا. هل أنتم من أثار المشكلة؟ نحن كنا نهتم بأعمالنا الخاصة أنستي. الشيء الغريب كان أن السيدة دينيز وهي ملكة هذه الصالة كانت واحدة منهن، ولم أرها تفعل هذا من قبل. حسنا، من المؤكد أن البولينج هو الذي أثار غضبها. ربما علينا تفقد مكتب السيدة دينيز من أجل الدلائل. لنرى إذا قامت كاميرات الصالة بتسجيل مشهد الاعتداء. انظرا، النساء يستعملن حركات المصارعة لضرب هؤلاء اللاعبين كما أفادت السيدة جونز. حسناً، استنتجت أن الاعتداءات تمت بواسطة حركات المصارعة، ولكن علينا فقط أن نجد الرابط بينها. هاي عزيزتي، انظرا إلى حام الشاشة.
WOW؟ هي، إنها الدعوة نفسها التي تلقيتها اليوم، لكنها موجهة إلى ماري تينزمور. أظن أننا وجدنا ذلك الرابط الذي كنا نبحث عنه سام. المدعوون فقط. يبدو أن عليكما إيجاد طريق آخر للدخول. لا مشكلة، هيا أليكس. الدعوة من فضلك. أهلا بك في العرض أنستي. منذ متى اتحاد WOW موجود سيدتي؟ لم أسمع به من قبل، لقد تلقيت الدعوة هذا الصباح. وأنا تلقيتها هذا الصباح. هل أنتم جاهزون للمصارعة؟ إذن هيا أبدأ الآن. سأقوم بتصوير كل شيء هنا. احتفظي بالصور بشكل جيد، أريد أن أزوجهم في السجن أليكس. أريد منك أن تفوزي في هذه المباراة. الأخوات المصارعات يجب أن يتفوقن. أرأيت كم هو حجم هذه المرأة؟ نعم، وأحسست بها أيضاً. لنتفقد تلك الغرفة عبر أنابيب التكييف. لنرى. يوجد خردة هنا أكثر مما يوجد في غرفة جيري. مرحبا، أنا ميندي. لا أعرف الفتى الذي تظنين أني سرقته منك. الوقت ليس مناسبا لهذا أبدا. لا أتكلم عن هذا، لقد سمعت أنك تريدين الانضمام إلى نادي شبان السري، هذا صحيح؟ مهلا، كيف عرفت بهذا الأمر؟ أو لا، أرجوك، أنا من أكثر الناس معرفة في بيفرلي هيلز. وما الذي يهمك في الأمر؟ طبعا لا شيء، سوف أضغط على الشبان حتى يسمحوا لك بالانضمام إليهم. تعرفين على الفتيات أن يساعدن بعضهن إلى اللقاء. أنا أتساءل على من تريد الضغط. تهانية لك يا عزيزتي، لقد ربحت. الليلة أخوية المصارعات انتصرت بواسطة القوة فقط، وغدا سنأخذ حقنا ومكاننا في هذا العالم بعد أن نتغلب على جميع الرجال وعلى النساء الضعيفات أيضا. المصارعة تساعد على هذا الجنون، يجب أن نجد سام. لكن في هذه الفوضى كيف؟ بواسطة حقائب الظهر. ها هي هناك. سام، نحن مسرورتان لأننا وجدناك. مرحبا، هل أنت بخير؟ ولكن ما بك سام؟ أنتما الاثنتان من أعداء الأخوات. توقفي سام، لماذا تصرفين معنا بهذا
الشكل؟ يبدو أن نار أخويتنا دخلت عميقا في قلبها. أحضراها لي. جيد، لقد أصبحنا نلبس زي عمال التنظيفات. ولكن أين ذهب الجميع؟ سأتصل بجيري. مرحبا يا فتيات، كيف تجري المهمة؟ المهمة متعثرة جدا، لقد انقلبت سام إلى واحدة منهن وهجمتنا. يا إلهي، هذا خبر سيء جدا كلوفر. جيري، هل لديك أي معلومات عن شيء سمي بالأخوات؟ أنا أقترح أن نبحث في نظام معلومات الهوب وسأحضره لك الآن. شكرا لك يا عزيزتي. يبدو أنها مجموعة من النساء المصارعات، وقد وضعت هذه المجموعة هدفا لها، وهو القضاء على كل الرجال وعلى كل النساء الضعفاء أيضا. شكرا لك جيري، إذا سوف نرسل لك صورا عن الأدلة التي جمعناها. هذا جيد جدا، إلى اللقاء. الأخوات، يبدو لي وكأنهن مجموعة من التافهات ليس أكثر. لست أدري، كانت سام تتصرف بطريقة جنونية. لنتفقد الأدلة الآن. برأيك هذا الكتاب على ما يحتوي؟ تبدو لي أنها لائحة. هاي، إنه اسم سام واسم والدتها واسم جدتها أيضاً. إنه اسم ماري دينيس واسم أمها. إنها تبدو كشجرة العائلة يا كلوفر. كل هذه الأسماء تعود إلى آريال. لابد أنها زعيمة الأخوات. بهذه الطريقة أحضرت آريال المحاربة. إذن لقد دعتهم آريال إلى حفل المصارعة وعندها سحرتهم بطريقة ما، وقد أخذتهم أيضاً. لربما استطاع حذاء آريال أن يخبرنا شيئاً مفيداً. حذاء آريال يحتوي 100% على غبار بركاني موجود فقط في جبل هالان. أعتقد أننا سنجد آريال مختبئة هناك ومعها سام. أيتها الفتيات، مع القليل من المساعدة التي قدمتها لنا الآنسة دينا، علمنا أن هذه المجموعة سوف تستخدم النظام الحجري عند منتصف ليل الثاني من نوفمبر. إنه اليوم عند منتصف الليل. لدينا أقل من نصف ساعة لإيقافهم وأنقاذ سام. من الأفضل لكما أن تسرعا. هيا. يجب علينا أن نكون حذرتين. أسمعت مفاجأة. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ فتاتان ساذجتان تحاولان إفشال مخططاتي. نحن لا نحاول إفشال مخططاتك، ولكنك أنت تريدين تدمير العالم. اجلباهما إلى الحلبة الصخرية. لكنني لا أحب المصارعة. انتظرت طويلاً هذه الليلة لأرى كيف سينفرط عقد هذه المجموعة من المراهقات. سوف ألقنكما درساً لا ينسى. يقال إننا لا نؤذي إلا الشخص الذي نحب. صديقتكما الجاسوسة ستثبت هذه المقولة. إنها 51:50، لدينا 10 دقائق لإيقاف آريال. سام، غيري موقفك، نحن هنا أليكس وكلوفر. أتذكرين؟ نحن أعز صديقاتك سام. إن أعداء الأخوات ليسوا من أصدقائي أبداً. ولكن ما الذي يجري لك سام؟ أرجوك توقفي. الخطط المثالية للسيطرة على الأرض أصبحت قريبة. علي الآن أن أوقظ أخواتنا في جميع أصقاع الأرض ونهب هبة واحدة ونستولي على ما هو حقنا. عاشت الأخوات المصارعات. عاشت الأخوات. عاشت الأخوات المصارعات. عاشت الأخوات. انضمي إلينا الآن وسوف نعفو عنك ولن نهاجمك. ما رأيك أن أنضم الآن ونستريح نحن الاثنتان ونجلس للتحدث؟
المسألة ليست شخصية، ولكن ربما هكذا تستعيدين وعيك. ولكن ما الذي يحدث؟ لما أنا هنا؟ ولما أنا مغطاة بالوحل هكذا؟ لكن ألا تتذكرين شيئاً؟ أذكر ماذا أليكس؟ لقد كنت تحت سيطرة إيريال منذ حفل المصارعة، كنت واحدة من الأخوات. ولما أنا تحديداً من الأخوات؟ لأن جدتك في الواقع، جدتك كانت واحدة من الأخوات، إنها من دمائك. هذا غير منطقي، لابد من وجود تفسير آخر. هذا ما ظننته في بادئ الأمر، لكن منذ ثانيتين فقط كنت تهاجميننا. الوحل إذن هو الذي يوقف قوة التأثير لحجر إيريال. لدينا فقط 3 دقائق لإيقاف إيريال. بقيت 90 ثانية. تخلصا منهن. والآن ماذا ستفعل؟ لقد بدأت الآن. أنا من الأخوات، يعش اتحاد الأخوات. انتهى يومك أيتها الأخت، بل إن يومي قد بدأ للتو. يجب أن أقاوم. عودي إلي حالا، فقدرك أن تكوني مصارعة في فريق الأخوات. نعم، الغبار البركاني. أظن أنك لن تعودي إلى هنا مجدداً، أليس كذلك يا دينا؟ أنا سوف أرجع، وذات يوم ستعود أخوية المصارعات إلى السيطرة. يبدو لي أنها اختفت فعلاً، ترى إلى أين ذهبت؟ من يكترث بما أنها اختفت الآن؟ هناك شعور ينتابني أنها سوف تعود يوماً ما. إلى أين نذهب؟ هيا بسرعة، إنها مفاجأة كبيرة. ولكن ما الذي يجري؟ أيتها الفتاة هوفر، هل تعيديننا وعداً صادقاً أنك لن تشي بسرنا لأحد باسم النادي، وأن تعيدين بمحبتك ودعمك للكيبي؟ أنا أعتقد ذلك. إذن بالقوة الممنوحة لي أعلن رسمياً أنك أصبحت عضوة في نادينا الكبير. هذا الأمر يعجبني. حسناً، هل قال لي أحدكم ما هو عمل الكيبي؟ أنت تعنين ملكة النحل، ملكة النادي الكبير. أرجوك قل لي من هي هذه الملكة؟ الملكة ماندي هي الأفضل. نادينا يحتفل بالفتاة الأكثر جمالاً في المدرسة. ماندي هي ملكة النحل؟ ماندي 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 ماندي. من أجل تثبيت عضويتك يجب أن تدلك رجلي بعد نهار طويل. أرجوكم، أنا أريد الذهاب. عليك أن تتذكري أنك عضوة في نادينا. تذكري جيداً كلوفر أنك قبلت بالشروط، لا تنسي هذا أبداً.
أشعر بالسعادة. لابد من أن يكون العرض رائعاً. هل أنت متأكد أن المكان صحيح؟ إنه العنوان المذكور على الدعوة هنا. لابد أنهم ينتظرون. هيا لننطلق. أخبرتنا أليكس أننا مدعوات للتزلج. ظننت أنه في مكان رائع وكأنها نزهة رياضية. ولكن ماذا يمكننا أن نسمي ديسكو للرينج؟ عذراً أليكس، الوقت لا يسمح لي بأن أجيب. ولكنني أعلم أنه لا يسمح بدخول الصغار إليه. هيا سام، تعرفين أستطيع أن أفوز بسباق تزلج ريتشارد للأبد. كيف تربحين سباق تزلج ريتشارد بهاتين المزلجتين؟ هل تعتقدان أنهم سيحاسبونني على خطأي؟ هذا لأن السباق حسب علمي مخصص للأبطال فقط. ماذا تقولين؟ للأبطال فقط؟ هاي، انظرا، أملك مثلها. لا، مستحيل، ما الذي فعلته؟ انسي الأمر أليكس، لا يهم من أين كان مصدر علبة مسحوق التجميل. لست أتحدث عن علبة مسحوق التجميل. بل إنني أتحدث عن المرآة، لقد كسرتها وهذا يعني 7 سنوات من الحظ السيء. مهما كان الأمر أليكس فهو ليس سوى خرافة. كلا، ليس هذا الأمر، جدي. إذا لم نتمكن من الوصول إلى رولر فسيحدث أمر سيء لنا. إذن لنذهب إلى رولر ونتحقق من ذلك. انظرا لديسكو رولر، لقد تحطم كليا، وكل هذا بسببي أنا. أليكس، عما تتحدثين؟ لقد كسرت المرآة وقلت لكما إنها ستجلب لي الحظ السيء. أنا أشك فعلا في أن يكون تحطم ديسكو رولر هو بفعل حظ سيء. لو فكرنا بالأمر فلا يمكن أن يكون حظا سيئا، لأننا سنتمكن من الذهاب إلى المتحف. أو أفضل، سنذهب إلى المول. هل سنذهب للعب في مول؟ كلا، سنتسوق داخل مول. حتماً علينا إيقاف سيارة أجرة. تاكسي! مرحباً أيتها الفتيات، أنا مسرور جداً بقدومكن. نحن نعاني من أزمات أخرى مبدئياً. في خلال الليالي القليلة الماضية تعرضت مؤسسة رولر المحلية للتدمير كلياً. ماذا؟ تعني كما حدث لديسكو رولر؟ ولغيره من الأمكنة مثل سويل بيكينغ وكيغنز، وحتى مدينة ناتسبر سيتي تعرضت للتدمير أيضاً. قلت ناتسبر سيتي؟ أخشى ذلك أيضاً يا فتيات، أنا آسف حقاً. غير معقول، ألم أقل لكما الحظ السيء يضرب مرة أخرى؟ ربما هذا صحيح يا أليكس، ولكن هذا الهجوم حدث قبل وقت طويل من كسر مرآتك العزيزة وغالية الثمن. ولكن لماذا من يفعل ذلك؟ نحن لا نقول، بل نجزم فعلا بأن هذا من فعل إحدى الفرق الموسيقية التي تدير أعمال التدمير. وكما نرى بوضوح فهم يقومون بأعمال التدمير أمامكن على الشاشة. أعتقد أنها الموسيقى التي تتسبب لهم بعاصفة العنف هذه. أعتقد أنها قنبلة. أقصد أنهم يقومون بأعمال العنف بعد الانتهاء من كل حفلة. أنت لا تعلم ما هو العنف؟ هذا أمر غريب جداً. ليس من الغريب أن لا يعرف المرء العنف ولا يفعل الأفضل. مهما يكن، نحن نتوقع أن يشن هجوما ثانيا الليلة. هذا أمر رائع، ماذا ننتظر هنا لنستغل هذه الفرصة سيدي؟ أجل، فهذا هو ما سيحدث. لهذه المهمة لدينا نظارات شمسية تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، والسلك القابل للتمدد، وأيضا آلة حساسة جدا على شكل مشبك. إنه رائع. والآن خذنا حاجيتكن وانطلقنا، وإلى اللقاء. لسام إلى أليكس، هل ترين أي شيء؟ كلا يا سام، كل شيء يبدو طبيعياً من هنا. طبيعياً؟ هناك شيء ما يلمع. يبدو لي أن هذه النظارات تعكس كل شيء بألوان رائعة ومتنوعة أيضاً. هاي، معلن، هناك شيء ما. يبدو أن شيئاً ما يحدث في متحف الفن الحديث. في متحف الفن الحديث؟ ممتاز، أنا أقصد. حقاً؟ لنتوجه الآن نحو متحف الفن الحديث ونتحقق مما يجري هناك. أه
غريب، هذا الباب مقفل. اسمعها، وكأن أحدا ما موجود في الداخل. الكثير من الأشخاص. أحد ما قادم، هيا لنركض بسرعة. هذا الشاب هو داني، ما الذي يفعله هنا؟ السؤال هو ماذا يفعل برفقتها؟ لابد أنهما قادمان لمشاهدة المتحف. تصحيح، إنهما قادمان من أجل التخريب. هيا، هذه فرصتنا. بطاقات الدعوة. بطاقات الدعوة. لا يسمح بالدخول إلا ببطاقات دعوة. اسمع، لا يسمح لي بالدخول. لابد أن هناك خطأ ما، لأنني كنت خارج المنزل وقد اتصل شخص ما بوالدي ودعاني إلى الحفلة، لذلك أنا من المدعوين. أنا لا أصدق كم حظنا سيء. أنا لا أصدق وجود داني مع ماندي. ترى ما الذي يجري؟ من يأبه؟ يجب أن نفكر الآن كيف يمكننا الدخول إلى المتحف. لا حاجة للدخول. حسناً، أنا أفهم الآن سبب وجود داني مع ماندي، ولكن أرنولد، هذا أمر لا يصدق. هذه فرصتنا. غير معقول، لقد حطبوا كل اللوحات الزيتية. علينا أن نعرف السبب. أنت لا تخطئين. أمر مخيف، يبدو أنهم سيقومون بأعمال تخريبية أخرى. ربما لم تكن هكذا. أيمكن تفسيرها على أن دي جي وراءها؟ لنلحق به. أعتقد أنه من يقف وراء أعمال العنف هذه. هيا بنا. ذهب من هناك. من أي اتجاه ذهب؟ انظرا. أعتقد أن هذا سيفي بالغرض، السلك القابل للتمدد. سأتولى الأمر بنفسي. توقف، لقد علقت الآن أيها المجرم. لن أدعك تهرب مني. توقف حالا. ولكن كيف فعل ذلك؟ بواسطة أداة قطع حادة جدا. ما هذا؟ بالنسبة إلي سيشكل دليلا أساسيا لمعرفة الفاعل. أجل، أعتقد أنه دليل هام. علينا أن نرسله حالاً إلى مختبرات الووب كي يقوم بتحليله هناك. حسناً، أنا الفتاة الوحيدة التي تعتقد أن أعمال التخريب هذه غريبة. ليس غريباً عندما يتعلق الأمر بالمزاح. لن يكون الأمر أكثر غرابة من ذلك. واو، يبدو لي أن كل الطلاب قد تسوقوا في المدينة البارحة. لا شك في أن هناك أمراً غريباً يحدث في المدينة، يجب أن نتحقق من ذلك. هل قمت بأعمال تخريب مؤخراً ماندي؟ هل حدث أن تسببت ببعض المشاكل في متحف الفن الحديث؟ أرجوك لا تقل لي إنك تريد أن تقرأ قصة الراعي. هايبر رين. إنها موجة. موجة المستقبل. هايبر رين هي موجة المستقبل، هل فهمتما أي شيء؟ لا. والآن ماذا؟ مهلاً، لدينا هذا المشبك. ستذهبين الليلة؟ لقد حصلت على البطاقة. هايبر رين هي موجة المستقبل. سوف تحدث أعمال عنف جديدة هذه الليلة. إلا إذا كنا مدعوات يا صديقتي. سوف أحصل الآن على واحدة. الليلة في الساعة 10 في مركز بيفرلي هيلز. وأخيراً كنت أظن بأننا لن نذهب للتسوق إطلاقاً. <تصفيق>
مظاهرات جميلة جدا. يبدو أن هذه الأشياء ليست مكلفة كثيرا على الإطلاق. أم أنا مخطئة؟ أريد إبلاغكن أننا لم نتمكن في المختبر من معرفة ماهية الشيء الغريب الذي وجدتنه خلف الديسكو. ماذا تقول جيري؟ قلت إننا لم نتمكن من تحليل كل المعلومات الموجودة في القرص. جيري لا نسمعك جيدا، أرجو منك أن ترفع صوتك لأن الموسيقى عالية جدا هنا. اسمعنا جيدا، كل المعلومات ليست متعلقة بوسائل الإعلام أو الموسيقى. في الحقيقة هذا القرص عبارة عن فيروس رقمي دقيق وله تأثير قوي مباشر. ولكن لماذا لم يتمكنوا من معرفة المعلومات؟ ترى هل يعمل عن طريق الإرسال؟ كلا، أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بشخص حظه سيء. مرحبا، أهلا بكم في تحقيقات أليكس وكلوفر، ولكن من دون أي صراخ. إنها موسيقى صاخبة، أتعتقدون أنها ستتحكم بالدماغ؟ موسيقى، سوف يستمعون إلى نفس الموسيقى الموجودة على القرص. هايبرين هي موجة المستقبل. هايبرين هي موجة المستقبل. يجب أن أبلغ جاسوساتي. لقد اكتشفت ما سر جمال هذه الموسيقى، إنها مسجلة كليا. ولكن ما الذي يسبب موجات الجنون هذه؟ حان الوقت للقيام بالخطوة الثانية. من هؤلاء لدينا؟ بعض الزائرات، لماذا لا تطلب منهن الرقص؟ هيا. أهلا بالجاسوسات الصغيرات. انظر من أتى، أعتقد أن أمرا جدا سيمنعنا من المرح. ها هنا هناك. أبعد يديك عن شعري. وأنا نضع ملابس الآن. ربما في يوم ما سنرقص خارجا. أهلا بالجاسوسات الصغيرات. أهلا أهلا. أنت سيباستيان؟ ألست دي جي؟ كان علي أن أعرف أنك أنت العقل المدبر لعمليات التخريب التي تحدث. كل هذه الألقاب لم تصفني كما يجب. الأمر المهم بالنسبة إلي هو الانتقام منكن بشتى الوسائل. هل ما زلتما مقتنعتين بأن السيد سيباستيان هو دي جي؟ الأمر ليس بهذه الصعوبة. لقد أرسلتنني إلى السجن وهربت، وأنا الآن أريد الانتقام. وهكذا لم تدعنا إلى حفلك الانتقامي في الوقت الذي كنت فيه معتقلاً في قسم الشرطة. ليست هذه أعمال التدمير فقط، بل سأدمر كل مكان أنتن تصلن إليه. إنه على حق، فالتدمير الأول حدث في الديسكو الذي ترتاده أليكس، والثاني في المتحف الذي أذهب إليه، والآن يحدث هنا. سوف يدمر مركز التسوق الذي أرتاده، هذا عمل شرير. هل صدقتما ما قلته عن الحظ السيء؟ الشيء الجميل الآن هو أنني سأجعل هؤلاء الأطفال يطيعون أوامري، وكل ما سأفعله هو وضع قرص الفيروس الرقمي، وأي شخص سيستمع إليه سيطيع أوامري وينفذ ما أطلبه في الحال. إذن دعني أحذر، هل يعني هذا أنك تريد أن تدمر مكاننا المفضل؟ تماما، وهذا هو الإثبات. ولكنني لا أسمع أي شيء. مرحباً، هذا الزجاج عازل للصوت، ولكن دعوني أؤكد لكن أن أصدقائكن في الأسفل يمكنهم سماع كل نغمة. إنه أمر فظيع. هذا ليس شيئاً مقارنة بما سيحدث، خاصة عندما تخضن هذه التجربة بأنفسكن. بهذه الطريقة سترحلن من هنا. هايبرواي هي موجة المستقبل. كانت هذه سقطة رياضية عجيبة. لقد خسرنا مرة أخرى، ولكن ما الذي كان يعنيه بأننا سنعيش هذه التجربة الحقيقية؟ هل كان يتحدث عن طريقة هروبه؟ المعاناة من تجربة حقيقية؟ يا إلهي، يبدو أنه سيدمر ثانوية بيفرلي. ينبغي الخروج من هنا والتوجه إلى ثانوية بيفرلي في الحال. هيا.
أن المكان عالٍ جداً. لابد أن سيباستيان سيستخدم القرص الموسيقي المرقم لنهبط إلى الأسفل. والآن يجب أن أضع القرص المرقم. ألم أعد أشعر أنني بخير؟ وأنا أيضاً لا أشعر بخير. ترى ماذا يمكن أن يكون هذا؟ هايبرين موجة المستقبل! هايبرين موجة المستقبل! استمتعنا بالحفل أيتها الفتيات. أرجو ألا أكون قد وصلت متأخراً. لو سمحتم، هل يستطيع أحدكم فتح هذا الباب؟ شكراً جزيلاً لكم، وسأستخدم هذه السماعات التي لا تتأثر بالصوت أبداً. مرحباً أيها الفتيات، أنا سعيد برؤيتكن. عليكما به. اسمعنا أيها الفتيات، لا تصغين إلى الموسيقى، مفهوم؟ لا تصغين إلى الموسيقى. إن هذا أمر طبيعي. جيري، ماذا حضرت إلى هنا؟ مرحباً يا جيري، ما الذي تفعله هنا؟ ابتعد عن الطريق، أم تريدان الموت؟ ما بكما؟ ألا تعلمان أن أمامنا مهمة خطرة علينا أن نقوم بها بسرعة؟ هيا بنا، علينا أن نمسك بسباستيان. والمؤسف يا فتيات أنه يبث موسيقاه من مكان آخر ولا نستطيع أن نوقفه. إنه فوق على السطح، ينبغي علينا إيقافه قبل أن يفوت الأوان. هل تفكران بما أفكر به؟ هل هن من جديد؟ مفاجأة. من الواضح أنه فرك ينشر موسيقاه في مناطق بعيدة. أو لا، لا تقلقا صديقتي، كل شيء تحت السيطرة طبعا. لا 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 لا. هل رأيتما؟ ألم أقل لكما؟ هايبرين يا موجة المستقبل. أحسنتن عملا يا فتيات. عذرا على اللوحة يا جيري، لقد حطمتها أثناء هبوط الاضطراري. بل على العكس تماما، لقد أنقذتن هذه المدرسة من التدمير الكامل بعد أن حطمتن الأجهزة التي كان سيباستيان يبث الموسيقى منها. انتهت أعمال التخريب، سيعود الكل إلى طبيعته؟ لا أود أن أقول كل الأشخاص. يبدو أن هناك من يقوم بإصلاح هذا المكان. أجل، إنهم الأشخاص الذين تسببوا بهذه الفوضى هنا. واضح أنهم لا يتذكرون شيئاً عن الموضوع، تسبب قرص سيباستيان بتعطيل ذاكرتهم. سمعتن بما حدث؟ تسبب أحدهم بتدمير المكان ليلة البارحة ونحن نقوم بأعمال الإصلاح والتنظيف، ما رأيكن؟ أتريان ما أقصده؟ وأنا أعتقد أن كل ما حدث كان بسبب هذا الشخص الغبي.
أليكس، أتعتقدين أن هذا حدث في الأسبوع الماضي؟ لا، ليس في الأسبوع الماضي ولا حتى في الشهر الماضي. ربما استغرق الأمر 7 سنوات كاملة. لا، توقفا، ما فعلتماه كان عبارة عن حظ سيء. أمر طبيعي. الهدف الأساسي من كل هذا هو التأكد من أنك تخلصت من الحظ السيء. هل فهمتي؟ أنت طبيعية. حسناً، هذا رائع، شكراً لكما. وأخيراً لقد رحل الحظ السيء إلى الأبد. لا، ألا تعتقدين أن حظ أليكس انتقل إلى السلم؟ هل انتقل إلينا سوء الحظ؟ حظاً سعيداً، لا حظ سيئاً بعد الآن بالنسبة إلي. العميل آيس روكسن، لقد ظننت أنني قد تخلصت منك في جبال الأنديز. يلزمك أكثر من جرف إشعاعي كي تتخلصي مني فلاديمير. نعم، والآن أعطيني الفيلم المصغر. إذن خذ هذا الفيلم مادام هو كل ما يهمك. ليس هذا ما يهمني يا حلوتي. أوقفوا التصوير. حسناً يا شباب، فلنأخذ استراحة. أعلم أن هذا ممنوع في نظام حميتي، لكن لن يعلم أحد بذلك. أحذية بنصف الساعة. ألو، تجربة أداء لاري، أنت مدهش. حسناً، وداعاً وكيل أعمالي. لديك وكيل؟ ولكن لماذا؟ لمهنتي كممثلة. لقد دبر لي تجربة أداء في إعلان محلي. أمامكما الآن العرض المستقبلي للبرجر السعيد. لا أظن ذلك، وعدني وكيلي بأنني أنا التي سأحظى بالدور. أنت تحلمين ماندي. وجه الحقيقة كلوفر، إن قدري أن أصبح نجمة مشهورة، أما مصيرك فهو أن تكوني أنت، مفهوم؟ عما قريب سأحتفظ الصفحة الأولى في مجلة ساعة العرض. ماذا؟ اختفى النجم تاد بايلي؟ جيري، حلت بنا كارثة. أعلن حالة الطوارئ. علينا أن نحضر حالاً إلى الوقت. ألهذا أعلنتن حالة الطوارئ؟ لقد تم إنشاء مجموعة الووب لحل الأزمات الدولية وليس لإيجاد الممثلين أيتها الفتيات. ولكن تاد بايلي ممثل متميز عن الممثلين الآخرين، إنه نجم عالمي، ولهذا فإن اختفاءه يشكل أزمة دولية. أرجوك يا جيري. أرجوك. حسناً، أنا موافق إذن أيتها الفتيات. لقد دبرت لكن 3 وظائف حقيقية ومزيفة في تصوير هذا المسلسل التافه. أليكس مساعدة مصممة الملابس، سام ستعملين في المطعم، أما كلوفر فستحظى بدور حقيقي في المسلسل. لقد حصلت لي على دور في حب و
ومجد وجواسيس. جيري، إنها فرصة حياتي، سأجعلك عميلا لي. أخبرني، هل هناك مشاهد حركية؟ سوف تلعبين دورا صغيرا كممثلة ثانوية. فرصة حياتي كممثلة ثانوية؟ حسناً يا جيري، لقد أمنا تغطيتنا، لننتقل إلى الأجهزة. هذا مستحيل، لستن في مهمة رسمية للووب، لذلك لا يمكنني إقراضكن معدات فائقة سرية وباهظة الثمن. أرجوك. حسناً، بإمكانكن أخذ حقيبة الظهر ذات الدافع النفاث والفرشاة المزودة بماسح شعر جيني وقنبلة الصمغ الإعصارية، إن هذا كل شيء. هي، وسيارة أيضاً، إذا أردت أن ألعب دور النجمة سأحتاج إلى سيارة. هذا هو كل ما يمكنني أن أقدمه لكن، القطة الضاربة، النموذج الاختباري للمواصلات السريعة، ونحن نختبر بواسطته الأجهزة الجديدة. لا تحاولن تشغيل المفاعل الدافع، فإن هذا المفاعل ليس سوى نموذج. أتود القول إنه لا يعمل بشكل جيد؟ هذا مركز العمليات، إنه المركز الرئيسي السري لآيس روكسن. أوه يا لروعة المكان. لسنا هنا بهدف الزيارة، هل تذكرين؟ سألقي نظرة على مكاتب الإنتاج. أليكس، استجوبي الفريق، ربما سيزودوننا بالمعلومات. وكلوفر، ما لك، لا وقت لدي للعب دور الجاسوس، علي أن أحفظ النص. هاي، لا أملك حتى حوارا. أصبح لديك، لأن الفتاة التي أعطيناها الدور الجديد قد مرضت. ستلعبين أنت دور ابنة السينيسترو. إن مخططي يسير كما توقعت، سيجمد سينيسترو الشرير العالم كله، وبعد أن ضاع العميل آيس روكسن في الفضاء فلن يوقفني أحد أبداً. تقصد لن يتمكن أحد من إيقافنا؟ ماذا يجري يا سينيسترو؟ ألم تتعرف علي؟ أنا ابنتك، هذه أنا جواندولين مون، ابنتك الوحيدة والمفضلة. هل نسيتني؟ لقد هربت للتو. أوه مارتي، ألا تظن أن على سينيسترو إخبار ذلك؟ ففي النهاية إنها ابنتي، وبما أن تاد قد اختفى فالجمهور يود رؤيتي أنا. حسناً، سيلعب سينيسترو حوار جواندولين، فلنبدأ التصوير. إذن هل لديك معلومات عما حصل لتاد؟ عذراً، أنا لا أتكلم مع المساعدات. ماذا؟ هل علمت شيئاً؟ أعلم من الفاعل، إنه ويلهلم لارو، ذاك الخبيث الذي يلعب دور سينيسترو. ها هو يطالب بدور أفضل بعد اختفاء تاد. إذن أتظنين أن ويلهلم قد اختطفه؟ إنه يلعب دور الشرير كما أنه يحتكر الكاميرا. الكاميرا؟ طبعاً. أؤكد أنه تم تصوير اختفاء تاد على شريط. حصل ذلك خلال استراحة فريق التصوير. ربما لم تكن الكاميرات شغالة، ولكن هذه صورت ما حدث. ما علينا فعله الآن هو الاتصال بقاعدة شبكة المراقبة وأن نجلس لمشاهدة الفيلم. واو، ذاك المدعي ويلهلم يملك أجهزة مدهشة. لست متأكدة من أنه الفاعل. أجل، فهذه الأجهزة تشبه أجهزة جيري، إنها معدات خاصة للجواسيس. هيا. وفق شريط التصوير كان تاد واقفاً هنا تماماً. هاي، انظرا، إنها قطعة من زلابية تاد. فكرة جيدة، سنحتاج إليها كدليل. دليل؟ ماذا تقولين؟ هذه قطعة نادرة، فقد لامس هذا الهلام شفتي تاد بيلي. هذا يعتبر دليلاً. يبدو أنه سهم كهربائي، ولكنه يخص الجواسيس. وهذا الأمر يعني بوضوح أن تاد خطف على يد منظمة سرية للتجسس. ولكن كيف سنجدهم؟ بواسطة هذه. عندما سيحدد ماسح الشعر الجيني لمن هذه الشعرة سنكتشف مع من نتعامل. إليونور فان شرام من سالزبورغ في النمسا، لابد أنها تنتمي إلى هذه الشبكة الجاسوسية. محطتنا التالية النمسا. أوه، ماذا عن التصوير والمستقبل المهني؟ على أي حال، لم يعد لدي حوار في البرنامج. يو،
لقد سكب أحدهم الليمونادة على المقعد. لا أصدق، أيود جيري إرسالنا إلى أوروبا في قطعة الخردة هذه؟ هذا آخر عنوان معروف لإليونور، لابد من أنه هو. لقد التقط الحاسوب حقلاً كهربائياً قوياً، لكنني كما أراه لا يبدو أبداً مركزاً للتجسس. هذا تماماً ما يودون أن يهمونا به. هيا بنا، سنفاجئهم ونتغلب عليهم. هيا! إنه هجوم، لا تتحركوا. مرحباً. مرحباً، نحن هنا للقيام بإحصاء حول البرامج التلفزيونية. إنه إحصاء مهم، لذا نحن مجبرة على خلع الأبواب. ويجب علينا أن نرتدي هذا الزي الحديث الخاص بعاملة الإحصاء سيدتي. والسؤال، هل حضرت يوم التصوير مسلسل حب مجد وجواسيس؟ أجل، لقد عدت للتو من زيارة رائعة إلى مدينة نجوم هوليوود. كانت رحلة جميلة لا توصف. لقد أعطوني هذه البطاقة للدخول إلى الكواليس، والتقطوا لي صورة برفقة فلاديميرنا، وأردت التقاط صورة أخرى برفقة آيس روكسي لكنه اختفى. أنا بالفعل قلقة جدا عليه. اجلسن اجلسن، سوف أحضر لكن الشاي والحلوى، ويمكننا أيضا مشاهدة هذه الصور معا. شكرا لك، ربما في مناسبة أخرى. أجل، علينا القيام بإحصاءات عديدة بعد. عذرا على الإزعاج. ما من إزعاج مطلقا. وأخيرا غوندولين مون أتت لزيارتي، إنها ابنة سينسترو، وأنا متأكدة من أنها تخطط لشيء ما. ولكن لا تخشى شيئا أيها العميل روكسن، ستهتم إليونور صديقتك بكل شيء من أجلك. ولكن ما بك يا إيس؟ لقد اتفقنا على أنني سأختطفك لمصلحتك الخاصة، فقد كنت دوما معرضا للخطر. هنا معي ستكون بأمان، كن واثقا من ذلك. أنا متأكدة من أنك ستعتني بي وترعاني بقدر ما سأعتني بك وأرعاك. من يدري، ربما أصبحت ذات يوم السيدة إيس روكسن. ولكن أولا، علي التخلص من غوندولين مون وصديقتها في أسرع وقت. لا أصدق أنني فوتت فرصة عمري من أجل هذا الأمر. هذه المرأة بريئة، هذا واضح. أعرف ذلك، لابد أن الماسح الدقيق أخطأ. لقد قمنا بهذه السفرة سدى، والآن ماذا سنفعل كي نجد خاطفي تاد؟ أظن أن الجواسيس أنفسهم قد وجدونا. لعبتان دور آيس روكسن واختطف، وأنا لعبت دور ابنة سينستر وأتعرض للاعتداء. أتدركان ما معنى هذا؟ أنا فتاة مشهورة، أنا نجمة تماما كتاد. لا أصدق. لن أصمت طويلا. علينا التخلص منهم بواسطة هذه السيارة، إن مجفف شعري أقوى. ربما حان الوقت الآن لاستخدام المفاعل الدافع. لا ونحن أيضاً نملك أجهزة خارقة للجواسيس. هيا بنا، حان الوقت لنلتقي بمحبي كلوفر. لكن أين اختفوا؟ حسناً، بما أننا فقدنا أثرهم لا يمكنني سوى العودة إلى مهنتي كنجمة. تعالي كلوفر، لقد بدأ العرض. لا
لابد أن هذا المكان هو مقر الجواسيس الرئيسي. لما أشعر أن هذا المكان مألوف؟ انظرا هناك. إليونور. ولكن ماذا ستفعلين بنا؟ ما رأيك يا جواندولين مون؟ أعجبتك المفاجأة؟ المسلسل، لهذا السبب المكان مألوف، إنه مطابق تماماً لمركز عمليات آيس روكسن. هاي انظرا، إنه العميل روكسن. هذه الضوء. إذن عاملات إحصاء بالزي الموحد، ولكنني ما زلت أتعرف على الجواسيس عند رؤيتهم. أنا لن أسمح لك أبداً أنت وصديقتيك بإذاء العميل روكسن. لست جواندولين، أنا أدعى كلو. حسناً، أشعر أنها تعتبر المسلسل واقعياً، أليس كذلك؟ أجل، لابد من أنها فقدت صوابها تماماً لتفعل هذا. جيري، نحتاج إلى المساعدة. أعتذر، فلقد ساعدتكن بما فيه الكفاية ولا يمكنني أن أخدمكن. اسمع جيري، نحن في مأزق، أرجوك. وأنا أيضاً أنا أيضاً في موقف حرج، لكن مهما كانت حالة الطوارئ التي يتعرض لها مسلسلكن المفضل، عليكن تدبر أمركن بأنفسكن يا فتيات. هذا موقف سيء فعلاً. لا فائدة من طلب نجدة سينيسترو، لأنني سأقضي عليكن الآن. توقفي. أرجوك، إن حب مجد وجواسيس ليس سوى مسلسل، أفهمتي؟ هو ليس الواقع. أنا ألعب دور آيس روكسن في التلفاز، أنا ممثل ولست عميلاً سرياً. لا لا لا، هذا فعلاً مؤسف، مؤسف فعلاً بالنسبة إليك يا آيس روكسن. لا أدري كيف تمكنت الشريرة غوندولي من غسل دماغك الذي أحبه. اسمي كلوفر، ولكن لا تخشى شيئاً يا صغيري. بعد بضع ساعات تحت الحموضة المضادة لغسل الدماغ، سيعود دماغك جديداً وستتذكر كم تحبني. أما بالنسبة إليكن يا صغيرات، فأسماك الصغيرة تنتظر طعامها اللذيذ بشوق. أعلم أن السمك الضاري ليس جزءاً من مركز عملياتك، ولكنني فكرت في أنك سترحب بلمسة أنثوية. لا يمكنك أن تفعلي بنا هذا، خاصة أنا. أنت محقة يا جواندولين، فأنت بالتحديد سيكون عقابك أسوأ بكثير من هذا. سيقطعك هذا الليزر ببطء شديد جداً إلى جزئين متساويين، قد تشعرين فقط ببعض الوخز. عذرا، لا يمكننا مشاهدة العرض. علينا الآن أنا وإيس إنشاء أسرة معا، وقبل أن نتزوج يجب أن لا يهدد عدوه اللدود سعادتنا بعد الآن. سينيسترو. سوف تعتدي العجوز المجنونة على ويلهلم. ويلهلم، ماذا عني أنا؟ لا أريد أن أموت الآن، سوف أصبح نجمة. أنت لست نجمة، فهمت يا كلوفر؟ الآن انزعي هذه النظارات السخيفة. النظارات؟ كلوفر، اعكسي شعاع الليزر بنظاراتك. هل جننت أم ماذا؟ لقد كلفتني ثروة طائلة. هيا كلوفر. أنا كالنجوم، أعشق الأضواء، لكن هناك حدود لكل شيء. تاد بايلي، إنه لشرف كبير لي أن أعمل معك. هذا مؤسف. تاد، أنت بخير؟ أريد مرآة، هل بعثرت الخوذة شعري؟ إنه بخير. والآن هيا بنا، علينا إنقاذ ويلهلم. عملية إنقاذ، هذه مهمة الأبطال. مستحيل، لدي بديل يقوم بذلك مكاني. أنا بحاجة إلى مرآة.
واجه الحقيقة يا فلاديمير نها، لقد ضاع حبيبك آيس في الفضاء إلى الأبد، والآن أصبح حبك ملكي أنا. أبداً سينسترو أبداً. ولكن ما هذا الصوت؟ فلاديمير نها، كان علي الشك في أنك عميلة مزدوجة. وهل أنا مصابة بانفصام في الشخصية؟ فليشرح لي أحدكم ماذا يجري هنا؟ تسأل ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو أنك تقوم بتجليد الأرض يا سينسترو، وأنا هنا لردعك عن ذلك. النجدة إنها مجنونة. ويلهلم أهرب. وانتولين، كيف يعقل أنك لا تزالين حية؟ وأنت كيف يعقل أن تكوني بهذا الجنون؟ حسناً. انتقاماً لإيس. لقد نجحت إليونور بالقبض على ويلهلم، هيا بنا. رذاذ للشعر، هذا رائع. إنها قنبلة الصمغ الإعصارية. انتهت التمثيلية إليونور. شعري الثمين الرائع. بما أن تاد أصبح أصلعاً الآن وقد استقال ويلهلم، ربما يمكن أن تحصل غواندولين على الدور الرئيسي. خرجنا من هنا. إذن أخرجوك من السيناريو. أجل، غواندولين مون تختفي في حادثة سيارة عسلية. ولكنك ستخضعين لتجربة الأداء في ذلك الإعلان. حصلت ماندي على الدور، إنها العارضة الجديدة للبرجر السعيد. أنا متأسفة كلوفر، لابد من أنك محبطة وحزينة. لقد كنت كذلك، ولكن يجب أن ينزعوه عني، فأنا أبدو سخيفة. لا أدري، أنت وكيل أعمالي، تدبر أمرك في الحال. هذا يعد استعراضاً مسرحياً.